سبع سنوات من المأساة في اليمن، ويبدو أن الحرب الأهلية لم تبح بعد بكامل أسرارها، فلا المعارك والمستعرة أسفرت عن هزيمة أحد الأطراف وكسر شوكته، ولا السياسة نجحت فيما عجزت عنه الحرب. لم يتبقى أمام اليمن سوى أن يستمر القتال في حرب استنزاف طويلة حتى يصل الجميع إلى مرحلة الإنهاك التي يفرض بها صاحب النفس الطويل مشروع التسوية التي يريد. في مأرب يمكنك أن تشاهد صورة حية لمثل هذه الحروب، حروب النفس الطويل. فعلى مدى عام ونصف العام تقريبا تصدت المحافظة والاستراتيجية لهجوم عسكري حوثي غير مسبوق منذ بدء النزاع عليها، لكن الصلابة التي أظهرها المدافعون هناك عن الأطراف الغربية والشمالية للمحافظة النفطية لم تكن حاضرة في الخاصرة الجنوبية، حيث تداعت التحصينات سريعا جراء سوء التقدير في الموقف العسكري والانقسامات في صفوف معسكرهم، ما أمكن جماعة الحوثي من السيطرة على كامل مدريات الجنوب، لتتزايد مخاوف الحكومة الشرعية وداعميها من سقوط مركز المحافظة الذي سيسقط معه آخر معاقلها في الشمال، فضلا عن كونها خط الدفاع الأول عن المملكة العربية السعودية، قائد التحالف العربي في اليمن. صحيح أن مأرب ليست وحدها أول إشكالية اليمن أو آخرها، فالبلد يشهد الآن معارك ممتدة أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وجعل 80% من سكانه يعتمدون على الدعم والمساعدات الدولية في أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم وفقا لمفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. لكن السيطرة عليها تعني رجوح كثفة الحرب لصالح الحوثيين سياسيا وعسكريا، فيما تضع خسارتها مهمة التحالف العربي على المحك، بما يصعب الخروج بأي مكاسب استراتيجية في أي مفاوضات محتملة للتسوية. الحرب اليمنية وفصل جديد من معارك النفس الطويل في قصة اليوم، مشاهدينا